السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدولار الأمريكي والعملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم. هنبدأ بالعملات العربية. الدينار الكويتي ب99.56 قرش للشراء، ب100.50 قرش للبيع. الريال السعودي 8.20 قرش للشراء، 8.23 قرش للبيع. الدرهم الإماراتي 8.39 للشراء، 8.40 للبيع. الدينار البحريني 79.46 للشراء، 81.83 للبيع. الريال القطري 7.80 قرش للشراء، 8.46 قرش للبيع. أما الدينار الأردني ب42.77 قرش للشراء، 43.48 قرش للبيع. هنروح على الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك المصرية، تقريبا في 10 بنوك. البنك الأهلي المصري ب30.75 شراء، 30.85 البيع. بنك مصر 30.75 شراء، 30.85 بيع. بنك القاهرة 30.85 للشراء، 30.95 البيع. البنك التجاري الدولي 30.85 شراء، 30.95 بيع. بنك البركة 30.85 شراء، 30.95 بيع. بنك كريدي اجريكول 30.85 شراء، 30.95 بيع. اسكندرية 30.85 شراء، 30.95 البيع. بنك قناة السويس 30.85 الشراء، 30.95 البيع. التعمير والإسكان 30.85 شراء، 30.95 البيع. أما مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 شراء، 30.95 للبيع. الأسعار النهاردة تقريبا هي زي ما هي، الأسعار ما اتغيرتش أو بتزيد قروش وبتنقص قروش في بعض الأحيان وفي بعض البنوك. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعلم على علامة الكل علشان يوصله كل جديد، وكمان نشير الفيديو علشان الناس تستفيد، ناس قرايبك والناس حبايبك على صفحات التواصل الاجتماعي. تشير الفيديو على الفيسبوك، تشير الفيديو على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. أكون شاكر لكم جدا، شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.